نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي الأفاضل، أحييكم وأرحب بكم معي الآن في ملعب لوسيل بعد نهاية المباراة النهائية بين الأرجنتين وفرنسا بتتويج الأرجنتين. أسعد كثيرا باستقبال الحارس العماني اللاعب الدولي السابق علي الحبسي، أهلا وسهلا بك. بارك الله فيك. أول لقاء مع قناة جزائرية؟ والله يمكن أول لقاء فعلا مع قناة جزائرية، ولكن الأخوان الجزائريين وهم أخواننا عزيزين على القلب علينا ونحن دائما معهم. نعم، قبل أن نفتح الدردشة معك قلت لي بأنه الجزائريين ربوك في النرويج هكذا. أكيد، يعني كان من أكثر الأصحاب معزة على قلبي وحرصا علي هم الأخوان من الجزائر من المغرب من تونس اللي كانوا موجودين في النرويج، وما شاء الله عليهم كانوا من الناس اللي دائما حريصين جدا على مساندة علي الحبسي، على توجيه علي الحبسي في أشياء كثيرة من الأمور، خصوصا في الرابطة الإسلامية في النرويج. كان الأخوة في الأخوة من الجزائر كان حريصين جدا أني أكون قريب منهم، وهذا الشيء مش غريب على الأخوة في الجزائر. تعرف الإنسان لما يكون العمر 20 في عز شبابه يحتاج من الناس الصالحين، والحمد لله رب العالمين الأخوان من الجزائر ما قصروا معانا ونهديهم كل الحب والتقدير. الله يسلمك، هذا شرف لنا أيضا. كابتن، اليوم شاهدنا مباراة مجنونة أليس كذلك؟ والله واحدة من أجمل المباريات في التاريخ اللي شاهدتها. نعم، يعني صراحة مباراة جدا مجنونة، مباراة جميلة وحلوة وطيبة، الكل استمتع فيها الحمد لله. نعم، ميسي يستحق التتويج بدون شك. والله ميسي يستحق التتويج، الأرجنتين تستحق التتويج، قدموا بطولة استثنائية. ميسي ما شاء الله كان جدا يعني حريص أن ينهي مشوار الكرة مع المنتخب بهذه البطولة، الكل دعم ميسي حقيقة. نعم، يعني بكثير من الأشياء، بالتشجيع، بالرغبة في الحضور للمباريات، ولكن الحقيقة استمتعنا بشيء استثنائي. نعم، هل تعتقد بأنه سيعتزل اللعب مع المنتخب دوليا أم أنه سيواصل الآن؟ والله أعتقد أن هذه نهايته في اللعب الدولي، وأعتقد هو صرح سابقا أن يمكن هذه البطولة بطولة كأس العالم راح تكون الأخيرة بالنسبة له. نعم، كيليان مبابي سجل 3 أهداف ولكنه لم يرفع الكأس. والله مبابي يمكن اليوم حضوره كان جدا جميل ومميز في المباراة، يعني المنتخب الفرنسي ما شاهدنا طوال المباراة، ولكن من دقيقة 82 قلب مبابي النتيجة في هدفين سريعين في دقيقتين، هي أخرت المباراة وعطت الفرنسيين فرصة بالأوقات الإضافية. ولكن لما تجي وتشوف مجمل المباراة أعتقد أن الأرجنتين استحقها، التصدي الكبير لمارتينيز يمكن تصدي البطولة بالنسبة لي. صحيح، في الأشواط الإضافية الثانية. كابتن، من هو أفضل حارس في البطولة بالنسبة لك؟ أعتقد مارتينيز قدم بطولة استثنائية، بطولة كبيرة، أثبت جدارته في كل المباريات اللي كان يلعبها مع المنتخب الأرجنتيني، تركيز جدا الكبير في هذه البطولة وتميزه سواء في المباريات التصديات اللي عملت فارق أو حتى في ضربات الجزاء. بالنسبة لي ديدي ديشون، هل أنا وقت الرحيل؟ والله هذه قرارات فنية، هم دائما عندهم الرؤية في فرنسا وعندهم النظرة في تحديد مسار الجهاز الفني والإداري، ولكن احنا مستمتعين بطولة استثنائية. نعم، آخر سؤال، كلمة عن كل منتخب عربي يشارك في هذه الدورة، نبدأ بقطر ونمر المنتخب. والله من قطر إلى آخر إلى المغرب، إلى المنتخب المغربي، شكرا لهم من القلب، قدموا بطولة استثنائية، بطولة أسطورية، فأتمنى لهم إن شاء الله كل التوفيق، أعطونا الأمل الكبير إحنا كالمنتخبات العربية أن نظهر ظهور جيد إن شاء الله في المستقبل. كلمة عن رياض محرز اللاعب الجزائري الذي يتألق في الدوري الإنجليزي. رياض محرز من اللاعبين اللي أنا عاشرتهم في الدوري الإنجليزي، لعبت ضده كثير، لاعب جدا مميز، حضور جدا كبير، سواء رياض أو جميع اللاعبين الجزائريين، محمد صلاح أيضا، كلهم اللاعبين العرب، شكرا لهم من القلب على كل ما يقدموه في الدوريات الأوروبية. وأنا شاكر لك كابتن علي، بارك الله فيك، الله يسلمك، الله ينورك، شكرا، الله يسلمك، شكرا. نهارك بفوائد الحليب والفاكهة بدون مواد حافظة.